مساء الخير مشاهدينا الكرام، واهلا بحضراتكم معانا في لقاء متجدد مع من القاهره، واكثر من متابعه حواريه وتواصلات ايضا معكم عبر الهاتف لتحليل كثير من المشاهد المميزه للشان المصري. تتواصل معكم من الان وحتى منتصف ليل القاهره. مساء الخير. مساء الخير يا ريهام، ومساء الخير مشاهدينا الاعزاء. وبما اننا بادئين وخر شويه يبقى نبدا على طول. ان احنا عندنا وقفتين حواريتين، الوقفه الاولى بتتعلق بفرص الاستثمار في مصر خلال الفتره القادمة عقب البدء في خطوات الإصلاح الاقتصادي. حنناقش الموضوع ده من خلال ضيف متخصص في الشؤون الاقتصادية. موضوعنا الثاني مع حضراتكم مهم جدا بالنسبة للمواطن المصري، لأنه خاص بصحته وبحياته. في المقام الأول، بدء العمل بالعلاج الجديد لمرضى الكبد فيروس سي، وسط تساؤلات عن كيفية الحصول على هذا العقار ومدى فعاليته في علاج فيروس سي، وكذلك الأسعار اللي هيطرح من خلالها في الأسواق المصرية. قبل ما نبدأ وقفتنا الحواريتين، هيكون لدينا مجموعة من أهم الأخبار اللي دارت على الساحة المحلية والإقليمية خلال هذا اليوم، وأمام طبعا موضوع الشأن الفلسطيني والعدوان الإسرائيلي الغاشم على الأراضي الفلسطينية. يعني ربما في إطار آخر تطورات الأصداء وردود الأفعال إزاء المبادرة المصرية اللي طرحت للتهدئة، وإعلان حركة المقاومة الإسلامية حماس أنها أبلغت مصر رسميا برفضها لهذه المبادرة لوقف إطلاق النار في غزة. سامي أبو زهرة المتحدث باسم حركة حماس ذكر أن نتيجة المحادثات داخل الحركة كان رفض المبادرة، ومن ثم أبلغت حماس مصر الليلة الماضية باعتذارها عن عدم قبولها في الوقت اللي للأسف بيتصاعد في العدوان الإسرائيلي. ارتفعت حصيلة العدوان على قطاع غزة في يومه العاشر ل 220 شهيد و 1570 مصاب. مزيد من المتابعة معنا عبر الهاتف سيد عبد الله عبد الله، عضو المجلس الثوري لحركة فتح. يعني سيد عبد الله، يعني قراءتكم لردود الأفعال إزاء هذه المبادرة للتهدئة، وهل بالفعل ربما تتصاعد الأصوات المطالبة بأن سقف المطالب الفلسطينية يعلو على خلفية ما يجري من تصعيد إسرائيلي في قطاع غزة؟ أنا أعتقد المبادرة المصرية لم تغلق الطريق أمام طرح كل القضايا اللي يمكن طرحها من الجانب الفلسطيني. هي تدعو بعد وقف إطلاق النار وفتح المعابر إلى استخدام ممثلين للطرفين الإسرائيلي والفلسطيني كل على حدة لمناقشة ما هي المطالب التي يطرحها كل طرف. وبالأخير يعني المطالب التي تطرح فردياً، يعني هذه مطالب، هذا مطالب الجانب الفلسطيني، كان فتح المعابر كافة، إن كان رفع الحصار، إن كان إعمار غزة، إن كان إدخال الأموال. هذه المطالب تطرحها السلطة الفلسطينية قبل أن تكون هنالك هجمات إسرائيلية على قطاع غزة. بالتالي يعني أنا لا أرى مبررا الاستعجال ورفض وقبول وطرح قضايا. يعني إحنا الآن معنيين بوقف نزيف الدم الذي يجري في قطاع غزة. ما هو التنسيق المطلوب لإنجاح المبادرة المصرية لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة في سياق زيارة الرئيس أبو مازن لمصر بيلتقي خلالها مع كبار المسؤولين المصريين؟ يعني ما أفاق هذا التنسيق من وجهة نظركم؟ أنا بعتقد أنه لم تنضج الأمور كما يجب. هناك تدخلات إقليمية، ولذلك يحتاج بعض الوقت للاتصال مع كافة الأطراف حتى التوصل إلى ما يوقف هذا العدوان الغاشم الذي تقوم به إسرائيل. ولكن لا نتوقف عند ذلك، يعني في عندنا مرحلتين يتبعوا فورا بعد ذلك: العمل على إعمار قطاع غزة وبناء ما تم تدميره من مؤسسات من بنى التحتية وغيره، والأهم من ذلك هو أن يكون وقف إطلاق النار هذا للبدء بالتوجه لعقد مؤتمر دولي ينهي حالة النزاع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني مرة وإلى الأبد. لا يعني بصير لسنا بحاجة لا لاتفاقية هدنة ولا غيره، يجب أن ينتهي هذا
للصراع، وهذا لا ينتهي إلا بالاتفاق على إنهاء حالة الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. يعني إحنا غير معنيين بهدنة لعشر سنين أو عشرين سنة أو بمدة معينة، إحنا نريد وقف هذا العدوان لوقف نفس. طيب يعني أستاذ عبد الله، وفي هذا الإطار أنتم تريدون وقف هذا العدوان، والرئيس محمود عباس أبو مازن في القاهرة الآن للتشاور مع الرئيس عبد الفتاح السيسي للتنسيق في هذا الإطار. سمعنا بعض الأخبار تطيرت عبر وكالات الأنباء إن قد يصل خلال ساعات أيضا خالد مشعل إلى القاهرة، هل لديك أي معلومات عن هذا الموضوع، وهل من دور للقاهرة في التنسيق بين الضفة وغزة في إطار توحيد المواقف أمام هذا العدوان الإسرائيلي؟ بالنسبة لنا القاهرة مصر منذ ما قبل نشوء القضية الفلسطينية هي حاضنة لهذه القضية، ما كانش بالتاريخ بالالتزام القومي بالمكانة السياسية لمصر فهي للمكانة الجغرافية، لذلك ما في أي تدخل آخر. وهذا فيه يعني صعيب بعد الحساسية عند بعض الأطراف، نريد أن نزيل تلك الحساسية في وجه الدم الذي يقع يوميا وينزف من أبناء شعبنا. ويعني الآن في واجب وطني وواجب أخلاقي يجعلنا نتسامح عن كل الحساسيات السابقة وأن نتجه لحماية شعب. نتمنى ذلك. نتمنى أستاذ عبد الله عضو المجلس الثوري لحركة فتح، كنت معنا على الهاتف، شكرا جزيلا لك. الاقتصاد المصري ما بين التحديات والإجراءات اللي بتتخذها الدولة وفي إطارها بالتأكيد القوانين الجديدة لدعم وتحفيز الاستثمار لمواجهة هذه التحديات، وحتكون من الحوارات الرئيسية لينا مع حضراتكم النهاردة في من القاهرة. مؤخرا رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب ذكر خلال اجتماع لمجلس الوزراء أن القوانين الاقتصادية الأخيرة ستصحح مناخ الأعمال والاستثمار وتعيد الثقة في الاقتصاد المصري، مؤكدا أن الإصلاح الاقتصادي والتشريعي يضعان مصر على الطريق الصحيح للإنعاش الاقتصادي. وشدد محلب على أن الحكومة تدعم الاقتصاد الحر وأن القطاع الخاص سيكون له دور رئيسي في المشروعات العملاقة التي تنفذها مصر كمشروع تنمية منطقة قناة السويس. للمزيد من المتابعة حول هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ ناصر فياض، نائب رئيس تحرير جريدة الوفد. أستاذ ناصر، أهم ما استلفتك في هذا الخبر إذا كنت سمعته؟ هو الحقيقة في تصريحات النهاردة للمهندس إبراهيم محلب بعد انتهاء مجلس الوزراء، الحقيقة أنه هو لم يدخل في التفاصيل ولكنه أكد أن الاجتماع كان عبارة عن مناقشة مشروعات قومية، بداية ظهور تفاصيل مشروعات قومية. بالفعل بعد هذه التصريحات صدر بيان لمجلس الوزراء بمشروعين كبيرين، الأول في مجال النقل والثاني في مجال الإسكان، هينتهوا الاثنين في حدود عام 2035، يعني في خلال 20 سنة سيتم تنفيذ أضخم وأكبر شبكة نقل ورصف طرق وكباري على مستوى الجمهورية. شبكة المترو هتنتهي سنة 2032. جميع الخطوط اللي اتكلموا عنها وكانت في يعني أقول لحضرتك في علم الغيب بعض الخطوط ظهرت الآن، ظهرت هذه الخطوط بمسمياتها وتمويلها والخطط والبرامج الزمنية اللازمة للتنفيذ. أيضا مجلس الوزراء ناقش النهاردة عدد من الملفات، أبرزها ملف انقطاع المياه خصوصا في المدن الجديدة، خصوصا مدينة القاهرة الجديدة، والكهرباء والكهرباء أيضا في طبعا في كل المحافظات، ولكن لم تصدر يعني قرارات في هذا الشأن. القرار الذي كانت تنتظره القوى السياسية بالكامل وهو مشروع قانون الدوائر الانتخابية لم يصدر، وده شيء مستغرب حتى لم يناقش حتى الآن يعني، ولكن ربما يكون في مزيد من الدراسة والبحث بالنسبة للحكومة. أستاذ ناصر، يعني على حد معلوماتنا تم التطرق أيضا للإجراءات اللي بتتخذها الحكومة حاليا لضبط الأسعار، يعني بعد رفع أسعار الوقود على وجه التحديد، يعني متابعة حضرتك لهذا الموضوع؟ بالفعل هو الاجتماعين السابقين للمجلس الوزراء تم مناقشة هذين الموضوعين بالتفاصيل، ولكن هذا الاجتماع تم التطرق إلى هذا الموضوع أو إلى هذا الملف بشكل سريع، لأن كان فيه مسائل
شايفين ان هي مزمنة زي انقطاع المية والكهرباء. تأكيد. ومسألة مسألة المشروعات القومية اللي الناس بتنتظرها وتتكلم عنها. فنقدر نقول ان هذا الاجتماع بمثابة البدء الفعلي والتنفيذي للمشروعات القومية الكبرى. وسوف تطرح كل اجتماع لمجلس الوزراء عدد من المشروعات القومية في جميع المجالات. عندي 30 مجال، هيبقى في كل مجال مشروع أو مشروعين قوميين كبار بإذن الله. طيب آخر محاورنا مع حضرتك ما أثير حول إنشاء عاصمة إدارية جديدة. نعم، هو في وإخلاء القاهرة من المقرات الإدارية في المقابل. بالفعل هو في مشروع لإنشاء عاصمة في محيط مطار القاهرة، اسمها تبقى مدينة مطار القاهرة. الدراسات بتجري في مساحة كبيرة، جزء منها يخصص للشؤون الإدارية أو للخدمات الخاصة بكبار الموظفين، يعني بكبار نقل عدد من قطاعات من الوزارات والجهاز الإداري للدولة إلى هناك. ولكن كل هذه في إطار الدراسات. المهم أن هذه المدينة سوف تكون مدينة مليونية تستوعب عدد كبير جدا، وتكون فيها شيء جزء سياحي يخدم القادمين والمسافرين والمغادرين. ولكن التفاصيل بالكامل سوف تعلن من قبل أعتقد وزير السياحة وزير السياحة والطيران في الأيام القليلة القادمة. بشكرك شكرا جزيلا أستاذ ناصر فياض نائب رئيس تحرير جريدة الوفد. خبر آخر، أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد مصطفى الفقي أحكام بحق مرتكبي جرائم هتك أعراض السيدات والفتيات بميدان التحرير والتحرش بهن. قضت المحكمة بمعاقبة 9 متهمين بعقوبات تراوحت ما بين السجن لمدة 20 عاما وحتى السجن المؤبد لمدة 25 عاما، وذلك إثر إدانتهم بارتكاب الجرائم المسندة إليهم يومي 25 يناير الماضي و8 يونيو الماضي. معنا عبر الهاتف محامية المجني عليهن الأستاذة سالي الدباس. مساء الخير أستاذة سالي. مساء النور على حضرتكم، مساء النور على مصر كلها والتصوير. أهلا بحضرتك. يعني الأحكام توصفها في الخبر عندنا أن هي أحكام راضعة اللي صدرت بحق مرتكبي جرائم هتك أعراض السيدات والفتيات بميدان التحرير والتحرش بهن. قراءة حضرتك. طبعا الحكم النهارده كان انتصاري لسيادة مصر بشكل عام، وكمان بنكرر ونقول ان القضاء المصري قضاء عادل قادر ان هو يرد حقوق النساء اللي نزلت تحتفل احتفال شرعي بوجود رئيس شرعي تجاه اليوم. فكره ان النهارده الحكم صدر بالاشغال شقه مؤبده مجهول فيه 2 من المتهمين تم صدور الحكم عليهم ب 20 سنه سجن، اعتقد ان ده حكم رادع وفقا ما جاء به قانون العقوبات ان كل من حدق عرض امراه. ايوه تمام. وفقا لقانون العقوبات الحكم رادع جدا وانتصار للمراه المصريه. بشكرك شكرا جزيلا المحامية الأستاذة سالي الدباس محامية عن المجني عليهن في قضية هتك أعراض السيدات والفتيات بميدان التحرير. الخبر القادم يتعلق بالانتخابات البرلمانية القادمة، حيث قررت اللجنة العليا للانتخابات خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار أيمن عباس بدء الإجراءات الرسمية للانتخابات البرلمانية المقبلة لانتخاب مجلس النواب الجديد. المتحدث الرسمي باسم اللجنة المستشار مدحت إدريس قال إن أول تلك الإجراءات هو تحديد أسس اختيار أعضاء الأمانة العامة للجنة العليا ليضم عددا من القضاة وأعضاء النيابة العامة ومستشاري مجلس الدولة وهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة ومن وزارات الداخلية والإدارة المحلية والتنمية الإدارية والاتصالات. المستشار إدريس أضاف أن اللجنة وافقت على عرض قاعدة بيانات الناخبين في مقر المحاكم الابتدائية ومراكز وأقسام الشرطة والعرض الإلكتروني على موقع اللجنة الرسمي على شبكة الإنترنت. إلى آخر التطورات في ملف سد النهضة الإثيوبي، إعلان من الجانب الإثيوبي الموافقة الرسمية على عقد اجتماع ثلاثي بين دول حوض النيل الشرقي لبحث تداعيات بناء سد النهضة على حصة دولتي المصب مصر والسودان من مياه النيل. من المقرر أن يعقد الاجتماع بالعاصمة السودانية الخرطوم في الأسبوع الثالث من شهر أغسطس القادم. عضو لجنة الثلاثية لتقييم مشروع سد النهضة الدكتور علاء الظواهري أكد ضرورة الإسراع في خطوات التفاوض مع الجانب الإثيوبي لتقييم الأضرار الناجمة
عن بناء السد بمصالح مصر المائية. الخبر القادم بيتعلق بصحة المصريين، وأعلنه وزير الصحة الدكتور عادل عدوي، وقال إن هتبدأ خلال الفترة القادمة حملة كبرى لاستعادة الوجه الحضاري للمستشفيات يوم السبت المقبل، وذلك في مستشفيات محافظتي القاهرة والجيزة. وقال إن الحملة دي هتستمر حتى يتم تغطية كافة المستشفيات على مستوى الجمهورية. أشار أيضا إلى أن الهدف من الحملة هو استعادة الوجه الحضاري للمستشفيات المصرية ومحاربة العشوائية وانعدام النظافة والإهمال والسلوكيات البيئية السيئة. وزير الصحة أضاف أيضا أن الحملة سوف تتم بالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية، البيئة، التطوير الحضاري، العشوائيات، وبمشاركة قوية من المجتمع المدني ومجموعات شبابية وطلابية كاتحاد طلاب صيدلة جامعات مصر والجمعية الدولية لطلاب كليات الطب. بنتمنى أن يعني المستشفيات المصرية تكون وجهها حضاري فعلا، وأنها تقوم بدورها الطبيعي لخدمة المواطنين. موضوعنا اللي جاي مع حضراتكم عن آفاق الاستثمار في مصر في إطار الخطوات اللي بدأ بالفعل الدولة تبذلها من أجل الإصلاح الاقتصادي بعد الفاصل. كونوا معنا. مع اتخاذ مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب قرارات الإصلاح الاقتصادي الصعبة الأخيرة، بدأت الاستثمارات الأجنبية والمحلية تتدفق إلى البلاد في مؤشر على أن المستقبل القريب سيشهد دفعة اقتصادية كبيرة. وتأكيدا على جدية المستثمرين، بدأ عدد من الشركات الأجنبية في الحضور إلى مصر ولقاء المسؤولين للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة. ففرص الاستثمار في مصر كبيرة، خاصة مع توسع الحكومة في المشاريع العملاقة كمشروع تنمية منطقة قناة السويس ومشروعات البنية الأساسية في قطاعات الغاز والمياه ومشاريع إقامة المناطق العمرانية الجديدة وإنشاء شبكة طرق عملاقة، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح. فقد جاءت إجراءات الحكومة لتحريك أسعار بعض السلع مع ارتفاع فاتورة الدعم والتي بلغت مستويات قياسية في الموازنة المالية، لتؤكد للمستثمرين الوطنيين والأجانب سعيها لضبط الموازنة، خاصة مع صعود الدين المحلي والخارجي وضخامة العجز الكلي في السنوات الثلاث الماضية. ومن جانبه، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة وجاءت بإرادة مصرية خالصة لمواجهة الصعوبات والتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، وأن تلك القرارات بمثابة رسالة للعالم بأننا جادون في الإصلاح الاقتصادي وخلق بيئة مواتية للاستثمار، وتأكيدا على أن الحكومة تؤمن بسياسة السوق المفتوح. أهلا بكم مجددا مشاهدينا، ومع فقرتنا الحوارية الأولى وهي الخاصة بسعي مصر لتشجيع الاستثمارات الخارجية وجذب مجموعة كبيرة من المستثمرين إلى مصر في إطار سياسة الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها الحكومة المصرية مؤخرا. هيكون معنا في هذه الوقفة الحوارية عام لاتحاد المستثمرين العرب سيادة السفير جمال بدوي المساعد جمال بيومي المساعد الأسبق لوزير الخارجية. أهلا بك. أهلا بك. أهلا بحضرتك سيادة السفير. أهلا بك. يعني نبتدي بما أن حضرتك كنت معروف بنظرتك التفاؤلية لما سوف يكون عليه الاقتصاد المصري في الفترة اللي جاية، هل ما يجري حاليا من إجراءات ومن خطى الإصلاح الاقتصادي تعزز هذه الأجواء التفاؤلية بالنسبة للاقتصاد أو بالنسبة لفتح أفاق جديدة للاستثمار في مصر؟ على رأي محمد منير بيقول لك طول ما الأغاني ممكنة تبقى الدنيا بخير، طول ما في حوار يبقى ما فيش خناق. نمرة اتنين ببص ورايا، النهاردة أحسن ولا مبارح؟ الحمد لله بتلاقي نفسك أحسن. قارني نفسك دايما، اعملي كل خمس سنين كده راجعي وشوفي انت كنت موقفك ايه وبقى شكل انت كفرت.
فبالتالي انا تفاؤلي مبني على عقيده، يعني اولا انا بطبيعي راجل الله، كل من اتكل على الله، الذين يؤمنون بالغيب دول ربنا لا يضرهم ابدا، وما كنا معذبيهم وانت فيهم، وما كنا معذبيهم وهم يستغفرون، واحنا الحمد لله امه مؤمنه من اخنتون وجاي. طبيعه حضرتك التفاؤل احنا عارفينها الحقيقه، لكن ايه الواقع الإيمان بقى موجود بالزبط. انما من حيث الواقع لا، انت بخير جدا، انت بخير جدا، انت بس مزنوقه في قرشين يا جماعه، ما تفضحوناش، يعني مش حكايه ان احنا اتزنقنا في قرشين. مين مش مزنوق في قرشين في العالم؟ قولوا لي اسمه. لان برضو الكتاب الصحفيين هارونا وبيدعوا ان الدول العظمى ما بتستدينش. امريكا مش مديونه ب 120% من الناتج القومي؟ لا، هي وال 20 اكبر دول اغنياء في العالم. شيل المانيا على جنب، لان المانيا بحكم انهم شعب متشائم جدا. اذا في سوابق في التاريخ لاستدانه الدول الكبرى. هتكون دي نقطه انطلاقنا لحضرتك في سؤالنا اللي جاي، لكن هنرحله بعض الشيء بعد متابعه مجزره. أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن وفدا أمنيا إسرائيليا يضم رئيس جهاز الأمن العام يورام كوهين ورئيس الهيئة السياسية والأمنية في وزارة الدفاع عاموس جلعاد والمحامي إسحاق ملخو سيتوجه إلى القاهرة بهدف إدارة دفة الاتصالات الهادفة إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة. من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي مساء الأربعاء أنه سيوقف القصف على غزة لخمس ساعات من العاشرة صباح الخميس وحتى الثالثة بعد ظهر اليوم نفسه أسباب إنسانية لإفساح المجال أمام السكان للتموّن نزولا على طلب الأمم المتحدة. وحذرت مصادر عسكرية إسرائيلية من أن استغلال حماس لهذه النافذة الإنسانية سيجعل الرد عليه أكثر حزما حسب قولهم. استقبل رئيس عبد الفتاح السيسي اليوم توني بلير مبعوث اللجنة الرباعية للسلام في الشرق الأوسط، حيث تناول اللقاء تطورات الأوضاع الراهنة في الأراضي الفلسطينية والاتصالات التي أجرتها مصر خلال الأيام الماضية للعمل على حقن دماء الشعب الفلسطيني بما في ذلك عناصر المبادرة التي أطلقتها مصر لوقف إطلاق النار. وأكد بلير على دعمه الكامل للمبادرة باعتبارها السبيل الوحيد المتاح لحقن الدماء ووقف إطلاق النار وتهيئة المناخ لعملية سياسية جادة تمهد لسلام شامل يستند إلى حل الدولتين بما يسمح برفع الحصار المفروض على الأراضي الفلسطينية. من جهتها أعلنت حركة حماس أنها أبلغت مصر رسميا برفضها للمبادرة، مبادرة وقف إطلاق النار على غزة. قال سامي أبو زهري المتحدث باسم الحركة إن نتيجة المحادثات داخل الحركة هي رفض المبادرة، ومن ثم أبلغت حماس مصر الليلة الماضية باعتذارها عن عدم قبولها. من جانبه أكد غازي حمد مسؤول ملف الاتصال مع مصر في حماس أن الحركة ترفض المبادرة بشكلها الحالي، وأنها قدمت ملاحظات لتعديلها تتضمن كلاما واضحا عن رفع الحصار في ذلك المعابر والإفراج عن الأسرى المحررين في صفقة شليط والذين تم اعتقالهم في الضفة الغربية. ميدانيا ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في يومه العاشر إلى 220 شهيدا و 1570 مصابة. وقالت وزارة الصحة في غزة إن 7 فلسطينيين من بينهم 3 أطفال استشهدوا في 3 غارات جوية إسرائيلية على مدينة غزة وجنوب القطاع مساء اليوم، ليرتفع بذلك عدد الشهداء من الأطفال إلى 47 شهيدا منذ بداية العدوان وإصابة 474 طفلة. من جهة أخرى أفادت مصادر طبية أن 5 فلسطينيين من بينهم طفلة استشهدوا مساء اليوم في قصف لطائرات الاحتلال على خان يونس جنوب القطاع، من بينهم 3 في استهداف منزل واثنين في